مواطن آخر تحدث عن فشل الحكومات المتعاقبة في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، وأشار إلى أن هذه الحكومات لم تقم بأي إنجاز أو إعمار يذكر، وأضاف لم يمر على العراق حكومة سيئة كالتي جاءت بعد الاحتلال. دعونا نتابع. الثمانين لحد الآن في هذا الجراج، ومن هاي من ضمن يعني هاي المعاناة اللي جاي يعانوها، يعني مثل هاي الحكومة ما شفنا. صارنا شقد يعني هاي الحكومة عيبوا على قبلهم، طلع شو ما نعرف. يعني أنت من أنا عيب عليك وأقول هذا شغلة مو زين، كان دكتاتور وكان طاغي وماكل حق الشعب، والشعب يركض العشا خباز. شو هسه من جينا عليهم لقيناها أضرب. يعني إذا قبل كان الخباز نقدر ناكله، هسه قلنا ما نقدر ناكله. السائق يتعاقد ويا الدولة ما محصل حقه، 4 سنين سواق يشتغلون ياكلون وضمن الدولة وما بالأخير 4 سنين ماكوله. عامل النظافة، عامل النظافة يدق يحسبوا له 10 لما يجي، حتى يوميته 5 ما يطوف إياه. المواطن يركض وما ملحق على كل شيء. يا أخي الدولة شنو اللي سوته؟ دولة لعد بس هاي الميزانية ما مكفية، يعني بس رواتبهم اللي محصلين احنا من الدولة شنو؟ يعني بس ضيم وظلام. هاي جبنا حروب من ذاك اليوم الى اليوم، واجينا هاي 13 سنه 15 سنه هم من جوانا هم نفس الشيء حروب. اللي غيروا التغيير شنو ردنا؟ تغيير نحو الاسوء. قبل الكاسب كان يقدر يشتغل، هسه قام ما يقدر يشتغل. الكاسب كان نقول والله نقدر يتعب بيده ويشتغل محصل شيء، هسه لا يتعب بيده ولا كل شيء محصيل، وحتى تعيين هم ماكو. او هاي الناس تعرف السائق يركض بصفحه، ذاك يركض بصفحه، احنا كل شيء ماكو. نريد نحصله هسه. احنا اللي سويناه شنو من جوانا لحد الان 15 سنه؟ ال 15 سنه علي من جاي يصرفون هاي الماليه؟ المن؟ من اللي جابه؟ الوحده بامرها، احنا نعرف الوحده بامرها. اذا الامر زين الاداره كلها زينه، اذا الامر مو زين هي الدوله كلها فاسده. اذا هو الصغير يطلع فاسد والكبير فاسد والدوله فاسد، منو اللي بعد راح يشتغل منه؟ يعني السائق يريد يحصل مثلا الاجور مالته من الدوله اذا هو سائق؟